باسكو كيدخلوا بزاف عندك 100 ميساج بار جور تي بو با. بغيت نعاون كلشي فريمون، درت كل ما في جيدي، والناس اللي دخلوا عندي لاباج عارفين انني بغيت نعاونهم، ولكن فريمون مع الخدمه يعني كان صعيب شويه باش قال لي واحد بلاتي واحد قال لي فيكم على الهضره وصافي اخويا انت عطاه سميتك كنت كره غدا غتصيفط لك فيزا هي راه هي مرت صارك وتسير حسبي حسبي الله ونعم الوكيل راه كنجاوبو هي كتجاوب داكشي اللي قداج عليه اخويا راه ما كاينش تجاوب كلشي داكشي علاش درنا اللايف فوالا. واحد كتب واش انت مستشاره قانونيه؟ جوريس دغوا دي زيترونجي هي مختصه في قانون الاجانب، يعني اي قانون مختص بالاجانب هنا في فرنسا. اتونسيون ماشي في دوله واحده اخرى، حيت كل دوله وعندها القوانين ديالها. يعني هنا في فرنسا وي تقريبا قربتي من فوالا مستشاره يعني. يلا اللي عنده شي سؤال الدراري مرحبا التحمل العائلي في فرنسا شحال واحد كيسول عليه شنو هو بالفرنسي؟ واش الغوكوبمون فاميليال؟ اه فاش كت اه اه اوكي الوغ الغوكوبمون فاميليال كاين عندنا بزاف ديال الانواع. سوا كيكون لا بيرسون مزوج بان فرونسيز ولا ان فرونسي، وهما اللي كيديروا ليهم الغوكوبمون، يعني هما اللي كيديروا لا دوموند. لا دوموند كيفاش كدير؟ اول حاجه خاص يدير بلا بيرسون العقد، خاصو يعيش معاه 6 mois بالنسبه لهذو الناس اللي عايشين هنا بلا بابي. اما بالناس اللي كيجيو من البلاد الوغ لا بيرسون اللي هو كيطلعهم هو اللي كيتكلف بكل شيء. هادشي فين كيكون؟ كيكون في لاميري. لا ميغي شنو هي حماده بالعربيه؟ بحال قلتي أمالة في المغرب. لا العمالة الو هاد لا بيرسون باش يتزوج شنو خاصو يكون عنده؟ خاص يكون بيان سور ماجور، يكون خدام، يكون عنده يعني لا ريزيدونس ديالو فيها واحد كيحسبوها بالمتر كاري، يعني ملي غيطلع معاه اون فام من المغرب ولا من اي بلاد عربيه كيحسبوا لها اون شومبغ زايده. الخدمه صراحه ما كيانسيستيوش عليها 100% باسكو كاينين الناس اللي هما باغيين يتزوجوا بيان سور، وما يعني ما مستعدينش كومون دي فينانسيرمون باش هادي. يعني الاغلبيه ديال لي كونديسيون اللي كيكونوا هما البلاصه فين ساكن، يعني كيحسبوها خاص لا بيرسون تكون عندها بلاصه فين تعيش، اي سي تو هادشي اللي كاين. دونك لا بيرسون اللي غادي يجي من البلاد الاخرى ما كيكونش غايدير شي ديمارش، يعني كلشي كيتكلف به الانسان اللي هو غادي يجيب ديك لا بيرسون. سوف الا كان هنا، الا كان هنا كيتبدل القانون كيولي اون اوبليغاسيون باش تعيش مع ديك لا بيرسون 6 شهور. هاد 6 شهور ماشي بالضروره يكونوا مزوجين، سوا يكونوا مزوجين سوا يكونوا اون كوبل ويكون عندهم بروف بانهم عايشين مع بعضياتهم 6 شهور. الا ما كانتش هاد البروف هذا ما كيقبلوا ليهمش الزواج، باش نكون واضحين. يعني بالنسبه للناس اللي هنا في فرنسا وما عندهمش لي بابي وبغاو يديروا البابي لي بابي ديالهم بهذه الطريقه هذه اللي هي ديال المارياج، الوغ اوبليغاتوارمون خاصو يعيش مع ديك لا بيرسون 6 mois. شوفي طارق شوفي طارق قال لك لي دغوا ديال لي دغوا كوميرسيال اي السؤال ديالو خاصو يعمقو. لو دغوا كوميرسيال ميفاش؟ واحد الحاجه بغيت نبروفيتي نقولها للناس هنا، لانك ايه قبل ما نبداو نشوفوا دي زوتر كيستيون. بالنسبه للناس اللي كيسولوني دائما على المارياج بلون، راه الدراري ماشي بلان المارياج بلون. انا غادي نقول لكم علاش. المارياج بلون تقدر ديرو مع لا بيرسون اللي كيكون كونفيونس 100%. علاش؟ شنو كيوقع؟ كتولي يعني لا فرونس كتولي عطيك واحد لوبليغاسيون باش تعيش مع ديك لا بيرسون 5 سنين. اوكي جيتي ودرتي معاها مارياج بلون، طلبات لك في الاول واحد 10 مليون، طلبت لك 10 المليون غادير معاك المارياج. اوكي من بعد ما كدوز ال5 سنين شنو اللي كيوقع؟ لا بلوبار ديال الناس ما كيبغيوش يطلقوا، تقول لك الا بغيت نطلق زيدني الفلوس. دونك هذا هو اللي ردوا البال منه. ما عمركم ما ديروا مارياج بلون مع اون بيرسون اللي ما يكونش دو كونفيونس. شي سؤال اخر انا بغيت نسولك واحد السؤال وي دابا واحد القانون خرج جديد في فرنسا واصلا اصلا الا واخا تكون مزوج كاع وما عندكش ديبلوم ديال اللغه الفرنسيه ما عندكش الحق تاخذ ال10 سنين بيان سور. وماشي وهذه ما كنتش عارفه يلا عرفتها مؤخرا حماده باش نكونوا كليرينات، انت عايش في البلاد يعني كتهضر باللغه ديالك باللغه ديال ديك البلاد، باغي تمشي لواحد البلاد وحده اخرى، حنا غنهضروا يعني غنكونوا حنا مع كل شيء ماشي غير مع الناس اللي غيجيو ريغولير.
ميم الناس اللي جايين حارقين، اقل حاجه تعلم اللغه، اقل حاجه غير شويه تعلم اللغه، لان النيفو اللي تيطلبوه راه بنادم فريمون باغي السهلة، بنادم باغي السهلة، فهمتي؟ يعني ضروري تعلم اللغه ولو غير شويه، لان النيفو اللي تيطلعوا هو ان نيفو بي ان، وسي تان نيفو يعني اللي جوست تكون كتفهم وتكون كتقدر تجاوب شي شويه. مي بالنسبه لهذا مزيان، هذا السؤال هذا بالنسبه للغه ما كيطلبوهاش غير يعني في الزواج ولا هادي، كيطلبوها حتى لي زيتوديون. في دونك الخدمة وفي ليتيديون. لي زيتوديون اللي دابا كيجيو من دابا شحال من واحد، تخيلي معايا، شوف شوف بنادم راه كله عقلية ديالو. دابا تلقى واحد 90% هنا تقول لي باغي يمشي، باغي الأمنية ديالو مشي للغربة، فهمتي؟ ومي كتقول لي سير تقرا الفرنسي ولا شي لعيبة، كتلقاه أصلا راسو خاوي، لا فرنسي لا آداب لا حوار لا هضرة مقادة. دابا هادو اللي واحد النوع دابا هنا، اقسم بالله دابا تيخسروا الهضره في اللايف، ياك اللايف ما يعرف اختو ولا مو تتفرج ولا عمتو ولا ما عندش مو النفس، تيخسر الهضره. وهو دابا تيجي تهضر معاه يقول لك واخويا الغربه، واخويا ما كرهش يمشي للغربه، حيت باينه ما كيدير حتى شي زفته، حيت هذا اللي تيخسر الهضره في لي كومونتير بتهضره خايبه. هو اصلا باينه ما تيقراش، يعني باينه ما خدامش، واصل شي نيفو زوين يعني مكلخ، وفاش غادي تهضر معاه يقول لك انت باغي يمشي للغربه، وانت اخويا باغي تمشي للغربه، ما كتقرا باش نسكرين واحد اللعيبه، ما مأدب، ما كتحترم، ما عندك لغه، ما عندك ادب الحوار، غاتمشي عند الكوار تبقى تخر عليهم في المترو وغتزيد عليهم ما عندهم ما يديروا بك، وما دير حتى شي بزاف حياتك. شكون اللي غايس؟ بنادم اللي خصو يكون قاري، ولا ماشي الا ما كنتيش قاري تكون واعي، حيت ما جاتش بالقرايه، جات بالوعي وبالاحترام. انت دابا هذا اللي كتخسر الهضره في كومونتير، حنا دايرين لك لايف اللي نورمالمون خصك فيه. كاين شي ناس باغيين يستافدوا الحمد لله، كيسولوا فهمتي، كيسولوا باش يستافدوا. انت انا عارف كتخف الهضره، حيت انت واخا غتسمع شي حاجه ما غتستافد حتى شي حاجه، انت اصلا ما غتستافد حتى شي حاجه في حياتك، انت ما مستافد حتى شي حاجه اصلا، انت في المغرب اصلا ما مستافد حتى شي حاجه، وما دير مزيد المغرب والو. دونك اللي ما كنتش غتستافد خلي الناس اللي غيستافدوا غيسولوا داك الشيء اللي باغيين يعرفوه، وانت سير فهمتي، سير ما غدير لا في الغربه لا في داركم، ولا انت في داركم عندك مشكل مع مولين الدار، هادشي اللي كاين. واحد الحاجة بغيت نأكدها على حضرتك وي بالنسبة سي فغي، بسمة بسمة اختي، راه انت راك عارفة كل شيء. الو واحد السؤال هنا داز ان اتيديون اون فيت يل فو دوموندي اون كارت دو سيجور دو 10 ans غادي نقول لك تو سامبلومون سي امبوسيبل الو بور لي اتيديون لي اتيديون فاش كتكملوا ديبلوم ديالكم اون فرانس ملي كنهضروا على ديبلوم كنهضروا على بس ماستر انقاطعك، هذه حياة لا فامي ديالي، وهي عندها شركة عندها سوسيتي ديالها، قالت لك الا خدمات شي واحد اونبوشاتو في لا فرونس، واش هاد الشخص هذا يقدر يجي مع كونترا ديال ترافاي؟ بيان زعما سور حياة، واش انت تقدر اذا ما ديش واحد من المغرب واش تقدر تدي واحد من المغرب لفرنسا؟ شنو السؤال ديالك حياة اكزاكتومون؟ عرفت على من كتهضر ملي هضرت على شنو قالت لك بروميس دومبوش اي فوا لوي فير ولا كونترا دو ترافاي كونترا دو ترافاي، كونترا دو ترافاي. الو غير باش نجاوب على لا كيستيون ديالها بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم يعني ان بروجي كوميرسيال باغ اكزومبل ايزون لو دروا دومبوشي 5 بيرسون في العام يعني تقدر ماشي تطلع غير واحد عندها الحق في خمسه غير تو سامبلومون لا بيرسون يعني تكون عندها كاع الشروط ديال يعني يعني عند الحق فوالا الشركه ديالها تكون خدامه تكون يعني ريغولير اون فرانس كتخلص لي زامبو ديالها تو فا بيان بيان سور كو عندها الحق تطلع خمسه ديال الناس بلان بلان. واحد قال لك واش انت مشيتي باللغه بركه من العياقه الوغ انا واحد الحاجه غادي نجاوبها على حماده لا قال لي انا، ولكن اسمع اسمع اسمع، حماده كان كيتعلم بزاف كان كيتعلم فريمون كيتعلم بزاف لدرجه انا فاش تلاقيته اول مره وقلت له جو سوي ايتوديون دو دروا هذه واحد العامين ولا 3 سنين الو اول حاجه دارها حماده انها مشى قرا القانون ولو ما توفقش فيه ولكن حاول على الاقل لا قريته انا باش لا سولني شي واحد نكون عارف، ولكن بلاش نجاوبو. انا خويا واخا ما كنتش قاري اللغه، ما كنتش حمار فهمتي، ما كنتش كنخسر الهضره مع الناس، ولا مشيت اخويا خدام على راسي وبلا لغه بلا والو، صوفيت القضيه ديالي، صوفيت ورقيه، صوفيت خدمتي، خدام في دومين سبيتزو، كنخرج عيني في الفرنسي، حيت مي كنهضر مع انسان مؤدب والله. اقسم بالله كنت كندير ليفريزون، ياك كنت كنمشي عند شي ناس كور
اقسم بالله العظيم ما كيكونوش باغيين. مثلا نعطيك مثال، كتكون ليفريز وكيقولوا لي الدراري صحابي هادي راه ما هادي راه ما فيهاش بوربوار بلا ما ديها زعما نقزه، وفاش كنت كنديها وكنهضر غير زوين مع هادوك الناس بالاحترام، وكيصدقوا عاطيني ماشي غير بوربوار، يعني الاحترام اللي كتهضر مع الناس من ادب الحوار. تقدر تكون قاري وحمار، تقدر تكون ما قاريش، وادب على حسب، فهمتي؟ اسمح لي حماده غنجاوب ان بيرسون مريم. الوغ مريم الى دي بور امبوشي كيلكان فو سورتو يكون ان مانك دو ترافايور في ديك الدومين اللي بغا تخدم فيه. يكتبوا لك بريفي سؤال ويدخلوا عندك وانت تجاوبهم على خاطرك، حيت هنايا بصراحه اسمحي لي انا ما نكذبش عليك، انا ما كنتش عارف باللي كاين باقي بنادم، فهمتي؟ شويه اوغوزمون اوغوزمون ما كنعرفش نقرا العربية جو بونس. لا لا، ماشي كل شيء، ماشي كل شيء، غير انا كنقول زعما كان كيحسب لي باللي الناس غيكونوا انتريسي باش يعرفوا زعما شنو خاصهم يعرفوا، ما كاينش شي وحدين مقلوبة عليهم القفة ساكن كيبقاو فيا. والله يحسن العوان، هو دابا تيخف تعرفي العيشة في المغرب كي دايرها كامل، الله يحسن العوان. هو بنادم دابا فهمتي، المغرب باش نعرف فريمون كي دايره العيشه، ولكن انا الصراحه هانتي شوف شوف بحال واحد اش قال، هانتي انت طلع لك الجوكر، الجوكر سمعتي، راه احسن منك ناس في القراية في كل شيء وما عطاتهمش الوقت، وراح دابا راه ما بقاتش في القراية بقات، واش انت قلبك ابيض؟ واش انت ولد الناس؟ واش انت مريقل؟ ورا تكون بحال دابا انت حمار، فهمتي؟ واش غادي كيف انا غادي واحد تصوبي؟ قال لي انت دائما كاتب كومونتير في تخسر الهضره، حماده واحد لا كيسيون كتحط لي دائما كيقولوا لي واش قول هذا الشيء اختي قول. واش هذا الشيء دايره كوميرسيال. الوغ انا بالنسبه لي هاد الناس نجاوبهم بحاجه وحده، جوب واش جوب مع الله سبحانه وتعالى في نظركم ساهل؟ واش في نظرك هذا الشيء اللي انا واصله له دابا او لا قرايتي لله سبحانه تدري وتعالى قال لاباس الى ما تدري فرقتهاش سبحانه، بلا ما تهضري، الله بلا ما تهضري في هذا الموضوع، بلاش بلا ما تقولي لهم اش كديري ولا دابا انت كديري هادشي بوغ لو بليزير، المهم ماشي مشكل. anyway المهم كامي، اي واحد انتيغيسي غيدخل عندك بريفي وصافي، جاوبي الناس اللي انتيغيسي، فهمتيني؟ اللي ماشي داكور انتيغيسي يمشي يدير بيبي قبل ما يناس. يلا تصبحي على خير. عليكم السلام عليكم. السلام عليك كامي، الله يحفظك الله يحفظك. راه الا كانوا، شوفي بغيت نقول واحد الحاجه قبل ما نمشي في اللايف، الا كانوا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 يستاهلوا اننا نديروا عليهم لايف، راه كاين 10 ولا 20 ولا 30 ما يستاهلوش انهم تيتفرجوا في هذا اللايف، فهمتي؟ يلا يتفرجوا في هذوك الفضائح وذوك العيبات، يلا يجيبوا معاهم ما هذوك. احنا هادشي يلا غنبغي خير يعني كل شيء يستافد، ولكن شوفي الحمد لله انك تتعيشي في فرنسا بعيده من المغرب، وهذا الشيء مزيان، هذا الشيء تنشوف شي لعيبات ما تنفهم والو، هذا الشيء كامل دار راه ماشي، شنو اللي دار راهم في هذا الشيء كامل؟ هي ترانسفورماسيون، انا عارف. سلامة.